مساء ومرحبا بكم. احنا لسي بيلوت دو سوس خسكور. احنا اليوم في حضر برشا فنانين تو اسمهم في الساحة الفنية على مر السنين تو كرضا سمع اكثر من غدا في السينما. بيك حبينا نبداو من دور شوية اسئلة خفيفة هكا باش نسخنوا بيهم. من دور حكيم مرحبا بك. شنو اخر حاجة شدتك في السيناريو خليت فيلم باش تشارك؟ كل اكثر حاجة شدتني هي على خاطر القصة القصة حقيقية قد ما تبدأ حقيقة قد ما تبدأ تقرب أكثر من الجمهور. دونك هنا ما عندكش الحق في الكذب، ما عندكش الحق في السيغيرو، ما عندكش الحق في الفوكساسيون دون لي غيل دو لارت. تقريبا مانيش بعيد برشا على حكيم هذا كله موجود، لكن الطبيعة اللي حملها السيناريو هذايا طبيعة مهمة وحساسة وحية جدا الآن وهنا. دونك كي باش تتناول موضوع اجتماعي، موضوع سوسيولوجي، انه يعنى بالأشياء اللي تبولي ما تمثلش، المفروض نتحرجوا منها باش تمس خاصة في قضيتها بالمرأة، قضيتها بالشارع التونسي والواقع المعاش، ما تنجم تكون إلا باش تتماهى مع السيناريو يتحدث كيما هكا بالمصداقية هذيك والحضور القوي اللي قدمته حاولي نشكرها انها كنت ندعو باش كنا حاضرين في هذا المخيال الحقيقي والمعاش. شكرا. لان الفيلم تقول اللي معناها هو الفيلم اول فيلم روائي الهند بوجمع، كيفاش معناها انتم ريتوا اللي هند بوجمع قادره اللي هي تكون في الفيلم الروائي هذيك معناها تخرج حاجه معناها من اعلى طراز؟ ما فماش اعلى طراز ولا مش اعلى طراز، ثم سيناريو يحكم فيه. ايه. تخضيره للسيناريو تفهم المخرج بكل يكبر. فهمت؟ ميزابار وجود عند صبري وما زال يشجع مش تخدم كثير وقت. مش انا برك عم تخدم في الفيلم. مش تونس برك عم تخدم مع عند صبري. الموند العربي الكل يحب يخدم مع دونك لو موند العربي الكل يحب يبدا كوتي دو هاند صبري. السيناريو كي تقراه سيرتو كي المخرج تعيط لك شو ما فماش راه المخرج اول مره يخدم ولا اخر مره كيما مش كيما الممثل، فماش ممثل كبير وممثل صغير، فما الدور اللي تقوم به ساعات في فيلم 30 سكوند في فيلم تو مارك انت اكثر من السيد اللي ياخذ بروميير رول. فهمت اش حبيت نقول لك؟ اللي هزني الاكثريه مع ثقتي في هند بوجمعه في الذوق نتاعها وفينا في الدنيا نعرفها. فهمت؟ جو سي تخي بيان دو كوا اللي كتب. وزيد السيناريو كيفاش مكتوب وهي معناتها سي بازي سور دي تيم دي تابو هكا من الواقع نتاعنا، دوكو كي عادت لي حسيت اللي هي مسؤوليه كبيره. ولكن ما عندكش علاقه كذا النجاح. انا باش نمشي معاك في مساله اهم من هكا وبعد ذلك بعدين نحكي احنا على هند المخرج مش من السيناريست. هذه كنت مسؤوليه تاعها. انا نعرف اللي بس تخرج لي مساله تقنيه بالاساس. مساله فكري كيفاش باش تداول الموضوع ولا الماده المقدمه فيك المخرج وكيفاش باش تعمل ديك وباش تجيب تاعي واللي ينجح في الكورتيتراج يتمكن من الاليه الاليه اللي ينجح في الكورتيتراج بالضروره ينجم ينجح في الكورتيتراج لانه معناها الشفاء هذيك اللي تقول تكنيك كل شيء في عمليه الاخراج جاء طفره من الوجه ولوني ما عادش المشكله لكن شافتها معناها اكزاكتومون فهمتني لكن البرحله بتاعنا شنو البرودوي اللي باش تقدمها ولا البرودوي اللي باش تتعامل معاه هو هذاك اللي شد حتى من عمليه الاخراج برك على حضرتك الفلوس موجودين 100 من المخرجين السينمائيين وغيرها الناس اللي تعرفش مع هند ابو جمعه المخرج ما لا تعرف مع هند ابو جمعه البرودوي اللي قدمت له هذايا واللي تدافع عليها واللي عاجبته باش نكونوا عملوا شو هكذا معاه في هذا المشروع هذايا باش ندافعوا عليه بغض النظر على تفاوت الادوار والبطولات وغيرها. معناها توا انا سعيد جدا بالتجربه مع حكيم ابو مسعود يعني نحبه برشا كيكون مجانا التحدي خاصه باش عملت معاه هو اللي يفسر لي القضيه عليه
دونك فتشوف هذه التجربه هذه مع كاليتي كيما حكيم كاليتي كيما سيد كيما اشرف في الجوجل هذا يعمل حاجه تكنيكيه مع هند صبري الى بدايه هند صبري سياسي سياسي لطفي العبدالي يوسي دونك أما اللي لمنا هذا الكل واللي خلانا حاضرين أكثر في عملية الإخراج هذه مش عملية تقنية عملية المخرج فقط، إنما المشروع اللي يخدم المخرج وعايزين باش نكونوا شركاء فيه وباش ندافعوا من خلاله على مجتمع وعلى مرأة وعلى من ينشر الإجرام وعلى التشرد وعلى ياسين السوي وعلى حتى هل 12 الحجم الكم الكبير بتاع الكتاب الأخلاقي اللي عندنا في الشارع وكل شيء. نعرفوا نسبة الضرب، ما وقتاش نكتشفوا احنا هول الواقعة، وقت اللي تشوفوا نقولوا اه فرص التنسي صح. نورة تحلم منها شخصيات نورة تحلم منها شخصيات بعض أدراك التالي وكان كل واحد فيكم قمنا شنو الحاجة وكان قابلتوا هذه الشخصية بتاعكم شنو أنصابها كنتم عليها وشنو حاجة بتاعكم عليها. أنا الشخصية كانت قابلها نورا عندها رجلها اللي هو مجرم قاتل وانا عشيقها اللي حبيتها وحبيت نخرجها من النوم اللي هي بس كل عام الحق الحمد طوكي مش نوع بولان السيد تقول له قال متحبش ولا كانك زد حبيتها اكثر ولا ما كانكش اعلنت حبك لها فمتى سليكون يا بيرسونال فاكزامبل كان جيت في مصر تقول لك على الدور بتاعي مثلا عنده ما يكون البيرسوناج بتاعه. انا بالنسبه لي الدور بتاعي اصلا ما كنتش بنخرج نفس على الطبيعه في طريقه الدور بتاع حرام كريف وسيف كنت مع الطاقمين بتاعي اشرف ولطفي وبرضه وحتى حد يعرف واحد كيك وش يشيل ولا مش يحكي معاه ما نحكي معاه معناها في الفضاء والمجال هذايا الفضاء الكبير هذه معناتها اول ولا محل الشخصيه اللي كنت نلعب هذا ما كانتش شخصيه عميقه في طرحها كما الشخصيه اللي معها حكيم كنت محب ورموع وكل شيء معطيني اللي هو عمل حلمه كبيره ومعطيني تحت ظرف العنف الجسدي والعنف الروحي وكنت الحلمه بتاع الحب هذيك كلها تتلاشى انا فكر لك السيريوز هذاك نتاع انسان الله اعلم شنو الظروف الاجتماعيه شنو الظروف الاجتماعيه كله بعدني يا حمد ديني لا هو ربدي حاف حرامي كذا كذا يا أخي ما حد مشلح كذا المسافة بيناتنا بعيد بدي على طبعا لكن اطرح ليه في العمر اللي هو فيه السارق ويبدو ويكرف ويعد في العمر دي جاك انت كنت دي مش حتى تنسح صحيح على بحطوك لا هو كان كيف تصغير تاني تخلو بيجة لهنا مش بدلو لا يبعد ايش احنا خضر بتشكي بيه لا أمكن أن تأخذوني هو سألوا شرفية خامجة مسخر مسخر جميل هي فيها مسخرة وأما أي سير معناها ديجا غاديكة علاش شنو الظروف الاجتماعية زعما كان نجم نعمل خدمة محدودة يوقع عليها أجر من الحبس زعما كان نجم نترفع لها ولا لا هذه أسرة سوسيولوجية اجتماعية تناولها ناس مختصرة لكنه هذا سيكزيست موجود شنو السبب علاش هو يسرق ويوقع في أولاده في الحرام ويعرف اللي هو حق داخله في مال الحرام كان نجم اللي كانش عنده الامكانيه باش يوفر ما احسن كان نجم يكسب ما جاتوش شانس باش يوفر جوستومون ما توفرتوش الاليه ولا الاراده السياسيه ولا الاراده الاجتماعيه ولا الاراده الفكريه ولا الذهنيه تلقى من في عمر الله اللي كان احسن شغله هاي كيم زمان فهمتني اتعرف عليه جاء الهم اللي هو عايش ما عادش خارج منه يعني حتى حد يجي بروبوزي له خدمه وفايقه ولا نصحه ولا هو صغير قراه ولا فهمت سي دي فاكتور هذوما الكل كيجيست على كيجيست بلوتو على النوع تاع العباد اللي هكا. فوالا واحد في اللي قلناه كل شيء اللي هو الموضوع هذا الموضوع تابو الموضوع اللي نحكيو عليه هو ادولتير اللي هو في تونس معناها القانون الكل اللي هو 5 سنين حبس. هند خرجت في الاعلام وقالت اللي هو معناها ضد القانون هذا ومعناها موضوع
وعبرت على موقفها. سلام. عبرت على موقفها. كان نجمة توما زادة تعطينا موقفكم بالموضوع هذا ومن موقف من القانون هذاك. قانون شنو؟ قانون 5 سنين للي عنده معناها ريليسون سيكسيلي لك. شوف اللي اوبليجي دو احنا نقولوا عملت عشيق اللي هي عقب عليها قانون اي شنو الحال نقع في الهم معناها اي اما لنا زاد فما حكايه اللي هو معناها مثير فما عباد معناها النساء يتملكوا عليهم الرجال ويخليهم معناها يوسف لا على اعطيني مخك لا 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 انت تحكي على سامحني انت تحكي على نص المشرع التونسي اللي مشروع تقدم فهمتني بعد الطيطان بالعقوبه 5 سنوات فهمتني على الخلاء و 5 سنوات على العلاقه الغير شرعيه سوا ديزون مفيش حمايه ذكر مع المواطن والله انا صغار ساعه مشروع المواطن في المجتمع اللي انت موجود فيه معناتها حب المواطن عند المجتمع التونسي احنا تونس صغير لكن مجتمعات مختلفه لاني حكى انا نشوف روحي في المشروع راح يحكي في مطلع المشروع الاقليه والحريات الفرديه كيفاش باش نتناولوا إذا كان المجتمع التونسي هذايا سأل أمام مجتمع مجتمع الساحل مجتمع الأقلية مجتمع الأكثرية مجتمع الكبيرية لا والمسألة هذه تطبقها ترى في أي ديمقراطية جديدة وأي ديمقراطية قاعدة تو شايفة فشايفة يعني الموزايك بتاع التشريعات الجديدة هذه عادة المشاريع تتقدم إذا جاء المشروع ما مشاش أساسا سواء نكون معاه ولا ضد فهمتني تقع في المسألة في المسائل الفردية ما هوش باش يتنفس ما هوش باش يتنفس معناها فهمتني ما هوش باش يتنفس انت عندك توك لصحابك ما نجمش تمشي حتى تدخل. وباش عليك؟ وباش عليك؟ لا ما نجمش نجاوبك على السؤال هذا. لا هو اشكال هذاك واحد هو اشكال هذاك واحد ما عجبش المشرع التونسي. راهو مش نتاعنا كذا نحكي على كونت الفريدين نحكي على الحريات الفرديه من جهه وصحيح الاتفاقيات الدوليه نحكي على الحريات الفرديه وبعدين نجي انا مش حاجه يا سيدي داكور داي هذه انا توصي بتحريات التونسيه مش فهمتني لكن انا عندي حريه المعتقد وعندي حرية الجسد وعندي حرية كل شيء فهمتوا معنا احنا فين توقيت حتى نحكيو على الفترة الفترة التاريخية اللي ما بعد الثورة وفي تونس الجديدة حبوها باش تأسس فهمتني يعني حاجة مهمة يا اما الحرية راهي عبارة ما تكون بالدوزاج ولا بالقطرة يا اما باش نكون حر اعلاميا وفنيا كون حر معناتها مفهوم الحرية الحرية لا تجزى ولا تتمص يا اما باش نديكلاري الحرية وانتهى الموضوع فهمت ابو حريه خويا ما عندك شويه لهنا برك ورجع مو غاديك وهذه الكوكب وهذا ما خصنا وهذه اللي تروح كيفاش هكا عيب كيف ما تجيش لا الحريه سير حريه ما فماش حاجه هكا بين قوسين والله الحريه حتى بتكون ما تجيش سير بس فبالتالي حتى المشروع طلع عند المشرع ضد فكره الثوره اللي تقدم الاساس هو خطر زاد حتى في كلمه الذكر معناها الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية كانت بازعة الإزيكريفان دوليمير اللي هما طلبوا من لوب ديمقراطية الثورة تحكي على الثورة الفكرية الأسرية كانت معناها جزئية ومن بعد تعمت على الشعب كامل الشعب ولا واعي معناها هذيك هي معناها اللي خليت الثورة هذيك أيوة سهلة وسهلة 120 سنة من تاريخ فرنسا الجديدة باش تأسس باش اسس باش نجيب الحريه انا لا الحريه يا سويسري ابغى نوصل على الموضوع شوف اي سي دوم تقصد حتى لو كنت هذا يسخر برا باش نحكيو على بعض الافعال السلبيه في قبل مقدس حكيم لا تخش كنترول وما تحبش تسمي احلى فيلم احنا فيلم فيمينيست بما انه ظهر نورا على انها خاينه فما تتعبد اخرى تقول لك ان هو تفه في الخيانه الزوجيه بل فقد نسيت شرحها شنو جاك على هذا هو لا يتنافى لانه المشروع اساسا يحكي فيها شيء هذايا احنا مش مشكله في اللي يشجع ولا ما يشجعش هو الشيء هذايا اسمه موجود ولا ما هوش موجود الشيء هذايا حتى مع عائلات تونس ولا ما حطمش عائلات تونس الشيء هذايا تويكا نتيجه اشياء موجود مش حتى في تونس بركة انا نحكي دو نوفون فونتي بس يبقى بلاد اللي نحسين اكزاكتومون في البرازيل موجود في السعوديه موجود في الافريق موجود في النرويج موجود معناتها هو قلت بلاش يكفيهم مثلا المجهود العام تاع العبيد
انه بلش يبدا نورماليزي في حاجه نورمال في الكل هو ينقل وقت هذاك في المشكله ما ينجمش يكون حاجه نورمال وقت اللي انت حاجه هي نورمال وحطها تحت المجهر ايش معناها حطيناها تحت المجهر هذا يكون اللي عالمين فيه هو ممكن جيرانك وجيرانك كذا ولا ممكن هي اللي فيه بيان سور والناس بتسالوا تعبدون أبا تقولوا احنا فهمتوا معناتها الايميل تاعك واللي رجلها راح كل عام عاملين في الحبس وعندها يعني فهمت كيفاش وقلت لك كيفاش تحنا في الفلوس الحرامي اتسيتيرا فهمت يعني الفلوس الحرامي هو خذ روضه اللي نزلتهم تاع سير هذا هي ما خذ راكان اللي نزلتهم بل كيفاش نحكيو عليها تعطيك تنظم تاخذوهم من فوق النوطه فهمت مع مين ما انا ما قلتش هذا راح يعطيك عشرة دونك ابو مهمة الفنان معناها اذا كان يكون شو في تفاعل حي مع واقع المجتمع بتاعه شنو مهمته اساسا؟ شنو اللي يقدم فيه؟ مش نوقفوا احنا باش نوريو اش فما كويس ساجين وما انتم تبحثوا فيه. هذا هو الاخر كنا بصحاب. فما حاجات اخرين تبقى اللي هو الفيلم هذايا فيلم اونجاجي. هل انتم تقبلوا بال كلمة نتاع فيلم انجاجي وفيلم كوميرسيال هل تفرق بين فيلم انجاجي وفيلم كوميرسيال ولا تعتبر كل فيلم عنده بيوت وعنده اهداف معناها يدافع عليها ولا يدفعها؟ هذا يكون باعتبار ان توا ولات كلمة فيلم كوميرسيال بالنسبة للمخرجين كل احنا كالتهمة ولا كالعاهة كلهم كانوا يحاولوا باش ينقصوا منها هل هو برسمي خايب على الاخر انك تعمل فيلم كوميرسيال؟ تحب لك حاجة احنا لازمنا نخدموا على شيء هناك متسع من الجميع. احنا لازمنا نخدم. سكو وقت الفيلم كون ميساج خاصك الشهور هذيك من بعد نحكي فيها. اما راه الارتيست يكون سير فيها. انا واحد من الناس تقول لي خلطت انا خلطت. انا لازمني نخدم. هذا الفيلم هذا يحكي على حاله اجتماعيه ولا شنو ونعيد ونزيد فوراها انا نوريها خاطر يلزمني دبرها لكن يلزمني نقطع خليها. فهمت؟ ورجعوني لان حكيت عندي 25 في الدومين
بديت راجل 17 عام، 17 عام عرفت الاخر اللي قال لا ما يوتيكش، لا ماكش نتاع السينما، لا ماكش نتاع التلفزيون، مش هادي صغير. هو باختصار الدوار من يوم كبر ان شاء الله. بس هذه الاجابه هي العزيمه. العزيمه شو؟ تحب تسمع كلمه عزيمه؟ لا ما نقولها لك، الدوار من قبر خا. حاب يفرض عليك حاجه. مش عزيمه شو؟ بالنسبة لكن المشروع المثقف والمشروع الممثل، حتى مشروع ثقف الممثل والمثقف، مشروع المثقف والمشروع الممثل معناتها مشروع في انت حياتي، مشروع يطلب منك وكل بطاية ومعركة كبيرة في الدنيا وفي روحك ومع آلياتك انت كممثل ولا كسينماتي ولا كل شيء. خلصني ما تسلموش. ولا مع بعض. فهمتني؟ فما تسلموش. ريالي جراتوي وكل حاجة راهو لازمها برشا جهد ومجاهدة. انا نشجع اذا كان شد صحيح، اما اذا كان ناويين بتاكلوا منه الخبز راونا. لا ما كانش الخبز. ميرسي عليكم. ميرسي.